كابل الكهرباء قدام البيت، نزلت لونتها عشان شكلها ما كانش حلو. بعد ما لونتها في ناس شافتني، اتطورت اكتر، نزلت شغلي على الفيس وعلى الواتس. بدأت ان انا اخدها كمهنة. بدأت الموضوع ده من شهر تقريبا. رسمت اكتر من كابينة وحوالي 7 كباين في مدينة بدر، ولسه هرسم وهكمل. الكابينة بتترسم عامة في 4 ايام، كل يوم بياخد وجه. الوجه الواحد بيقعد معايا 5 6 ساعات تقريبا، وتيتا طبعا ما بتسيبنيش، الشكر ليها ان هي بتقعد معايا الوقت ده كله. والمفروض ان خاله هو اللي بيساعدني، يجيب لي الادوات بتاعتي والخامات كلها اللي انا بطلبها بيجيبها لي. يعتبر هو حياتي التانية، بيخرج طاقتي الزيادة، ما بستغل اي وقت فاضي عندي في الرسم. حتى لو مش هنزل اي مكان، ممكن اتدرب في السكتشات بتاعتي. انا دبلوم صنايع زغرفة، ان شاء الله هكمل واخش كلية فنون، علشان هدفي ان انا مثلا كهواية واتدرب اكتر في كلية الفنون على الرسم وكده، فيبقى حرفة وتعليم، فالاتنين طبعا هيساعدوني مع بعض وهيخلوا شغلي يبقى احسن وينمى اكتر. انا نفسي ارسم يا تيتا ومش عارف طلعت ترسم ازاي في الشارع كده، والرايح والجاي والمنطقه عمال يا شهنده ورايحين جايين. قالت لي يا تيتا انا عايز ارسم ان شاء الله بالليل. خالها عندنا كان يعني عنده عربيه نقل صغيره كده، بقى يحطها لها ويحط لها عليها اللوح البولت الخشب، تطلع تقف عليها ويجيب لها البويه هو والحاجات اللي هي طالبها كلها، اللي هي عايزاها، الادوات اللي عايزاها. يقول لي اغسليها يا ماما تعمل اللي نفسها فيه. تعليقات الناس في الشارع هي اللي شجعتني وبيدوني باور جميل جدا، لان الناس الكتير بتعدي تقول الله ينور، عايش، برافو، بيعجبهم رسوماتي جدا. وان شاء الله انا بحاول اعمل لوحات كتير، علشان بفكر ان انا اعرضها في معرض. اقول لكل البنات عيشوها بالالوان هتلاقوها اجمل، وعافر عشان حلمكم هتوصل. خرجوا بره الصندوق، اسعوا ورا موهبتكم، خرجوا الشارع، نموا الموهبه اللي عندكم، خلوا عندكم ثقه في نفسكم، واعملوا كل اللي انتوا عايزينه عشان توصلوا للحلم اللي انتوا عايزينه.